وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا منى تقول لنا بقى اخبار الطقس بالتفصيل. منى اهلا بيكي فسنت من جديد. الجو النهارده لطيف خالص، خلينا نعرف مع بعض التفاصيل دلوقتي على طول. يلا. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون دافئ بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، ومائل للحراره على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. اما بالليل فالجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء، وهيكون في اتربه عالقه على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال وجنوب الصعيد، وامطار خفيفه لمتوسطه على السواحل الشماليه ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. هتكون خفيفه على جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره الموجوده النهارده معانا. هنبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 14، الإسكندرية 22 14، مطروح 21 13، سيوة 26 12، بورسعيد 21 13، دمياط 21 14، الإسماعيلية 25 13، والسويس 25 14. العريش العظمى فيها 20 والصغرى 11، طابة 23 16، كاترين 21 11، شرم الشيخ 26 11، الغردقة 26 17، الفيوم 25 13، بني سويف 26 14، والمنيا 26 15. أسيوط العظمى فيها 27 والصغرى 18، سوهاج 28 18، قنا 30 17، الأقصر 32 18، أسوان 33 19، الوادي الجديد 31 17، شلاتين 28 17، أما حلايب العظمى فيها 27 والصغرى 19. خلينا دلوقتي نستعرض مع بعض أو ناخد تفاصيل أكتر مع دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بيكي دكتورة منار وصباح الخير عليكي. اهلا بحضرتك استاذه منى، صباح الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. دكتوره منار، الجو النهارده لطيف جدا على القاهره، لكن هل متوقع سقوط امطار في باقي المحافظات؟ هو طبعا الاجواء النهارده هتبقى يعني مرتفعه مقارنه بالامس بحوالي درجتين، يعني مساء الطقس هيكون خلال فتره النهار طقس دافي على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بيكون مائل للدفع على السواحل الشماليه، وطبعا يعني نقول مائل للحراره على شمال الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترة الليل الطقس طبعا هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. الظواهر الجوية اللي احنا متوقعها اليوم، طبعا خلينا نقول خلال فترة النهار طبعا هيكون في أتربة عالقة على طبعا السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، محافظات سيناء وجنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد. فرص الأمطار اليوم إن شاء الله هتكون أمطار خفيفة متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، لكن كميات الأمطار هتبقى أكتر شوية في المناطق اللي موجودة في مطروح والسلوم، يعني كميات الأمطار هتبقى أكتر من المتوسطة في مطروح والسلوم، لكن باقي القطاع الساحلي وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة متوسطة. الأمطار أيضا هتضم كمان محافظات جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى، لكن الأمطار بتاع جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى سيناء كلها أمطار خفيفة إن شاء الله، وهتبقى كمان أمطار القاهرة خلال فترة المساء مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية. يمكن هي الحالة الجوية النهاردة فيها بعض التقلبات الجوية بين أتربة عالقة خلال فترة النهار، سقوط أمطار خلال فترة المساء خاصة على القاهرة الكبرى، لكن ابتداء من سقوط أمطار خلال فترة المساء على القاهرة الكبرى، متوقع سقوط أمطار في القاهرة النهاردة؟ أمطار خفيفة إن شاء الله، تكون أمطار خفيفة بتختلف من منطقة لمنطقة، يعني بس إن كلها في مجملها أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال فترة المساء إن شاء الله. متوقع من غدا الأربعاء إن شاء الله يكون في انخفاض في درجات الحرارة طفيف مقارنة باليوم، يعني إحنا اليوم بنقول عظمى 25، غدا هتكون إن شاء الله 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن الانخفاض الملحوظ هيبقى من يوم الخميس القادم إن شاء الله، نرجع تاني للأجواء الشتوية على كافة مناطق الجمهورية، ترجع تاني درجات الحرارة تنخفض بحوالي من 4 ل 6 درجات، هنرجع تاني سقوط أمطار على السواحل ومحافظات الوجه البحري، لكن التحذير هنا والنصيحة المهمة هنا إحنا مش عاوزين ننخدع بالطقس اليوم وغدا، لأن الطقس أجواء دافية خلال فترة النهار، لأن مع يوم الخميس تاني هنرجع تاني للبس الشتوي والأجواء الشتوية، فعاوزين على الأقل لانتهاء فصل الشتاء نستمر في ارتداء ملابس شتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. إن شاء الله. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على التوضيح.
لسه الشتاء مكمل معنا شويه يا احمد، ولسه الشتاء مكمل معنا يا بسنت. يعني الحمد لله، بس مش شتاء جو يعني الشتاء القارس يعني زي ما بيقولوا. الارقام بتاعت شهر 2 دي للاسف يعني كانت صعبه جدا. شكرا لك يا منى. شكرا.